دكتور احمد مثلا اعطاكم معانا خلفيه وللاسف ما كملهاش، هو قال لك ايه اشرح الخوازيق عادي من الاول يعني. يمكن حتى اسم الكورس اللي هو فاونديشن انجينيرنج 2 على اساس ان هو فاونديشن انجينيرنج 1، ده اللي انت خدته السنه اللي فاتت في الترم الثاني، اللي هي الاساسات السطحيه بدءا من اوعه شريطيه منفصله لحد ما وصلت للليبشن. فاونديشن 2 اللي هي الاساسات العميقه ديب فاونديشن، تمام؟ و ديب فاونديشن يمكن الاشهر بالنسبه لنا او اللي احنا ممكن مثلا نشوفه في الشارع او في اي مكان بتبقى ايه الخوازيق، على اساس ان هو بيبقى المكان بتاعه متوفر ليه للاقطار بتاعه مختلفه. انت عندك مثلا الخوازيق دي ممكن 30 سم 40 سم توصل لحد 60، بعد كده اللارج دايمتر فايلز اللي هي اكبر من ال 60 لحد 30 سم او 30 سم دي بيسموها خوازيق ستراوس، ودي بتتنفذ يدوي عن طريق زي بيسموها السيبيا، يعني اشخاص وبينزلوا دي البتاع الماسوره وبيبتدي يلفها. دي ميزتها في ايه؟ ميزتها ان انت النهارده لما يبقى عايز تعمل خوازيق سن جنب مبنى قائم وعايز تعمل خوازيق لازقه بالحيطه، لو انت النهارده جبت اي مكنه ميكانيكي اللي هي بتاع الخوازيق بيبقى في مسافه ما بين السنتر لاين بتاع الروتري او البريمه بتاعتها وما بين الحيطه، لا ده انا عايز الزق دي جنب الحيطه. الحاجه الثانيه ان انت النهارده مثلا ممكن يبقى المبنى القائم ده مبنى قديم انت مش عايز تعمل له اي مشاكل واي ديستربنس جنبه، فبتضطر ان انت تعمل ايه؟ عايز حاجه تقريبا المبنى ما بيحسش ان انت بتنفس جنبيه، بتنفس خازوق يدوي بعد كده بتملاه خرسانه بالتسليح بتاعه، تسيب بعد كده واحد الثاني واحد واحد، ليه؟ عشان تدي فرصه للخرسانه اللي انت عملتها انها تشك، مش هيبقى لسه ايه صب الخرسانه واجي عامل جنبي واحد. حتى في الميكانيك يعني لما تيجي تشتغل مثلا خوازيق ميكانيكيه عندك ربش على خوازيق، المكنه اللي بتشتغل ما بتشتغلش قص كده او بالترتيب، لا ده ممكن بتاخد خازوق وممكن يبقى في مسافه خازوق ثاني بتسيبه او خازوقين على حسب حجم المكنه المنوره. ليه؟ لان بتعمل خازوق وبعد كده تبتدي تشتغل الثاني، نتيجه المكنه دي بتنفس تحت ضغط فبيضغط التربه جانبيا، فممكن يحصل تشوه في الخازوق اللي انت صبه من شويه، التربه تضغطه جانبيا والخرسانه لسه طازه، لا ده انت بتصب الخازوق وتسيب خازوق او اثنين وتصب اللي بعده وهكذا، على ما تلف في الموقع هيكون في اللي بدات بيه هتصب من كام يوم خلاص تبتدي تشتغل جنبه وهكذا. طيب 30 ده بيبقى يدوي لان انت النهارده عشان 30 ده بيبقى حاجات معينه، واحد مثلا بيسند جنب جار جنب سور جنب الكلام ده عشان يجيب ميكانيكي، فالمكن بيبقى مكلف فبيسترخص ويشتغل ايه يدوي، منه اقل في التكلفه ومنه في نفس الوقت ايه ما عملش ديستربنس للمبنى اللي جنبيه. 40 سم هتلاقي المكن اللي موجود هنا في مصر بيركب عليه البريمه دي القطر بتاعها 40 50 او 60، اكبر من كده بيبقى لارج دايمتر بايل، حتى المكنه بتاعته مختلفه شويه بتبقى اكبر، لان انت كل ما زاد القطر كل ما المقاومه بتاع الحفر على المكنه عالي، فبتلاقي المكنه التقليديه اللي بتيجي بيروح يجيب المكنه دي على اساس ان هي فيها معظم الاقطار اللي شغالين في السوق 90% اللي هو من 40 لحد 60. اكبر من 60 بتبقى في اماكن معينه، لان انت في الحاله دي هتخش بقى على ايه؟ على نوعيه ثانيه من التنفيذ. طيب لو انت النهارده مثلا بنتكلم على الفاونديشن انجينيرنج اهو، ده الشابتر اللي كان قلت لكم المهندس احمد انتروداكشن، بعد كده قدره التحمل بالتربه، بعد كده التصميم. طيب المقدمه بيقول لك ان الخوازيق عناصر انشائيه نحيفه ذات كفاءه تحميل محوري عاليه، عاده ما تزيد نسبه طولها الى قطرها عن 10. يعني انت النهارده مثلا ما بتلاقيش ال 10 دي، لو انت بتتكلم في خازوق مثلا 6 متر ولا حاجه 60 سم، فبتلاقي ممكن الخازوق 10 متر او 12 او 14 او اكتر او كده، فبتلاقي غالبا بنسبه كبيره ان الطول على القطر اكبر من 10 اضعاف، يعني حتى الخوازيق الصراص 30 سم اللي بتعملها جنب الجار دي ما بتقلش عن 6 متر ولا حاجه، فهتلاقي لما انت 6 متر على 30 فبتلاقي لا ده 20 ضعف ولا كده، تمام؟ طب فايدتها ايه؟ اللي الخوازيق فائدتها ان انت عندك التربه السطحيه ما بتقدرش تشيلها، التربه السطحيه تربه ضعيفه،
طبقه ضعيفه، انت النهارده عايز تاسس المنشا هنا، وعندك هنا دي بقى الطبقه اللي هتشيل. انا عايز انقل الاحمال بتاعتي خلال المسافه دي. طيب هل ده احد او كل الاسباب؟ لا، احد الاسباب ان انت عندك الطبقه او التربه اللي تحت المنشا تربه ضعيفه، وبالتالي وممتدة. يعني ليه؟ لان انت لو التربه ضعيفه دي مثلا عباره عن لير مثلا صغيره او زي ما بيسموه ايه، يقول لك ايه ده في عرق مش عارف كذا، بيبقى ممكن يبقى متر بتاع هشيله. يعني مش هعمل خازوق عشان عندي فيه طبقه متر ولا متر ونص، لا ما انا هشيلها خالص واعمل مكانها احلال تربه صالحه للتاسيس واسس فوقيها. ولكن لا، ده التربه دي ممتده 5 6 متر او اكتر، وبعد كده طب انا هشيل ده كله بقى لحد ما اوصل هنا؟ لا، فبعمل دي على خوازيق. يبقى من ضمن الاسباب، من ضمن الاسباب مش السبب الرئيسي، ان انت عندك الطبقه تحت منسوب التاسيس ضعيفه تربه. طيب الاسباب الثانيه ان انت عندك الاحمال بتاع المنشا عالي، التربه مش هنقول قويه تمام، مش حجر ولا حاجه، ولكن التربه الطبيعيه تربه جيده، تربه مثلا رمليه وكده، ولكن بتلاقي ان الاحمال بتاعتها عاليه. يمكن انت خدت السنه اللي فاتت في سنه ثالثه لو مساحه الاواعد المنفصله وصلت تقريبا ل 70% من مساحه الموقع، خلاص يبقى بقى استغنى بقى عن ايه؟ عن الاواعد المنفصله واقلبها لبشه. طيب لو انت النهارده جيت قسمت الاحمال بتاع المنشا بتاعك على قدره تحمل التربه، ولقيت ان مساحه اللبشه اللي انت محتاجها بقت، لا ده بقت اكبر من مساحه الموقع، انا مش هخش عند الجار، يبقى ايه؟ يبقى التربه جيده ولكن الاحمال عاليه. يبقى في الحاله دي اقول له لا شكرا، مش هينفع اللبشه، هبتدي اشتغل على خوازيق. تمام؟ طيب طبيعه المنشا نفسه، في بعض الاحيان ممكن يقول لك طبيعه المنشا نفسه لحساسيه ما، يقول لك نيوكلر مثلا بيلدنجز او المنشات النوويه، احنا لا نعرف عنها حاجه ولا اشتغلنا حاجه، ولكن من ضمن الحاجات اللي هو مثلا بيقول لك هو عايز السيتلمنت بتاعها يكاد يكون صفر. يكاد يكون صفر، يبقى انت على طول مباشره على الخوازيق وتريح دماغك. هتقول لي طيب ده ممكن يبقى المبنى دور واحد، طبيعه المنشات دي مش هيكلف، يعني انت بتتكلم مثلا تكلفه الانشاء بتاعها ما يجيش صفر على الشمال جنب المشروع نفسه، يعني دي طبيعه معينه تصرف مليارات، فانت مش هنتكلم بكام خازوق عشان نشيل المبنى، او المبنى ده يتعمل على ربشه ولا يتعمل على ايه؟ على خوازيق. الحاجه الثانيه برضو من طبيعه المنشا، يعني احنا قلنا مثلا التربه تبقى ضعيفه او التربه جيده ولكن الاحمال عاليه. السبب الثاني طبيعه المنشا، ان هو ما انتش عايز سيتلمنت. طيب برضو من طبيعه المنشا ان المنشا مثلا بيبقى تول بيلدينج وفي نفس الوقت نحيف، زي ايه؟ زي المئذنه. لو انت قسمت المبنى بتاع الجامع دي على قدره تحمل التربه، هتلاقي ان هي الارض تقدر تشيلها. طب مشكلتها في ايه؟ مشكلتها ان هي العرض بتاعها الابعاد بتاعتها في المسقط الافقي صغيره. تمام؟ طيب في المسقط الافقي قليله. لو انت عملتها حتى على لبشه مع ارتفاع الميزانه بالبلدي كده، هتلاقي مركز الصخر بتاع المبنى عالي. مع اي حركه بعد كده مثلا زلزال هتلاقي ذراع العزم كبير. فهتلاقي بمنتهى البساطه لما تيجي تحسب الاستريس تحت القاعده هتلاقي القاعده قلبت. فالمبنى هنا احماله مش ضخمه، ولكن طبيعه السيستم الانشائي بتاعه بيجبرني ان انا لا اضطر ان انا بعد كده اعمل له ايه؟ اعمله على خوازيق. ده مش كده وبس، ده انا ببصله عن المنشا اللي جنبه، بتلاقي ان انت النهارده ممكن يبقى ادي الجامع اهو، ارتفاع الجامع بقى زي ما يكون 5 متر 6 متر كده، وتلاقي ايه المبنى جنبين اهو، فبتضطر انك لازم تمسك ده. ليه؟ لان اي حركه بتلاقي عند المقطع ده كده، لو ده المقطع اكس، هتلاقي الحركه هنا اكبر بكتير من الحركه بتاع المسجد، فهيضطر ان يبتدي يحصل شروخ ويحصل مشاكل. فبيبقى من الاول خالص انت بتفصل الاساسات وبتفصل المنشا تماما بتاع المبنى عن الجامع ده. لا مش كده وبس، انت المفروض بتبقى حاسب المسافه دي قد ايه، انت محتاج 2 سم محتاج 3 سم عشان ما يحصلش حاجه اسمها الباوندر.
المباني تخبط في بعضها. لو انت عندك مبنى 10 ادوار وجنبيه مبنى 5 ادوار وبعد كده حصل حركه، هتلاقي المبنى الخمس ادوار الحركه بتاعته مختلفه تماما عن ده، فهتلاقي المبنى ده عمال يخبط في جنب الايه؟ المبنى العالي. فدي بتبقى محسوب. زي ما بيبقى بعض الاماكن مثلا بيقول لك هنفصل ان هو عشان التبدل. يعني الكود بيقول لك مش عارف لحد من 35 متر في الاماكن اللي حر شويه، مش عارف لحد 45 متر الاماكن متوسطه الحراره زي مصر كده. لو انا عندي لبشه اكبر من 45 متر هفصل. لما بفصل التمدد ده بيبقى لازم حاسب معدل التمدد ده قد ايه. ما يبقاش انا عندي التمدد ده يحصل مثلا 2-3 سنتي وانا سايب له فاصل سنتي. ما هي دي مشكله برضه، لما يحصل تمدد بعد كده الاثنين الجنبين بتاع الربشه هيدقوا بعض، هيولد لي كومبريشن على الخرسانه وهيولد لي تنشن على الحديد اللي في النص. وان كان الحديد اللي في النص مثلا في حاله الكومبريشن بيبقى له تفصيله كده، بحيث ان هو جنب بيبقى داخل في الخرسانه والجنب الثاني بيبقى داخل فيه سليفز او جراف. يعني لو بصينا له يعني هنا في الشرح ان الطول للقطر اكبر من 10 تتراوح اكثرها في العاده من 30 لمتر ونص او اكبر، اطوالها من 4 متر واكثر ممكن تصل ل 60 متر. تمام؟ طيب العوامل المؤثرة على اختيار نوع الخازوق، يمكن اللي في جدول هنا لو التربة الطينية لو ضعيفة أو متوسطة أو شديدة التماسك. لو التربة ضعيفة خوازيق سابقة الصب أو خوازيق الدق أو باستخدام ماسورة دائمة. ليه؟ لأن أنت عندك التربة ضعيفة وأنت بعد كده عن طريق البامب بتضخ الخرسانة. فلو التربة ضعيفة وأنت بتضخ الخرسانة فبيحصل زياده في القطر، يعني انت كل ما تضخ الخرسانه كل ما بيزيح التربه جانبيا، وتلاقي ان ان قطر الخازوق ده مثلا وليكن 40، لا ده بقى 50 بقى 60 نتيجه ان التربه الجانبيه ضعيفه. فعشان كده يقول لك لا، يفضل ان انت تجيب خازوق يتصب جاهز ويجي بعد كده خازوق دق. هتقول له طيب ما هو هنا مثلا عشان الضوضاء بتاعته او اللي هي الضوضاء الفيزيائيه جايه من الخبط والكلام ده كله، فهنا ممنوع في مصر او داخل القاهره الكبرى من سنه 91 اللي هي خوازيق الدق. يقول له خلاص يبقى في ماسوره دائمه، ان انت النهارده وانت بتصب الخازوق بتنزل ماسوره معاه. ليه؟ انت بتصب الخرسانه تحت ضغط على في المنطقه مثلا بتاع الاند بيرنج اللي يرتكز عليه. ليه؟ لان الفريكشن حوالين جسم الخازوق، ما هي التربه ضعيفه اصلا. فبيجي في الجزئيه دي بيجي عامل ماسوره ويسيب، بحيث ان هو وبيضخ الخرسانه ما تفتحش منه. تمام؟ ليه؟ لان انت النهارده خدت في البين كباستي يعني السنه اللي فاتت ما اعرفش فاكر المثلث ده، ويعني عندك هنا اللي انت درسته كله على جزئيتين، الان بيرنج تحت الخازوق مباشره. تمام؟ وبعد كده نتيجه تاثير الردم هنا اهو، لان المثلث ده لما بينزل بيتم تحت المثلث ده وهكذا، مش هنقعد ندخلك في المتاهه دي. فاللي بيأثر على قدره تحمل التربه مكون التربه عندي هنا اهو، وكميه الرد اللي موجوده يمين وشمال التربه. ولذلك لما تيجي تحسب هتلاقي مثلا سي ان سي زائد كيو ان كيو زائد الجاما في البيف ان جاما، المعاملات بتختلف على حسب الشكل. فـ سي ان سي ده لو انت عندك التربه الطينيه ده اسفل الاساس، لو انت عندك التربه رمليه بيبقى الترم الثالث. طيب ده داخل معاك في الاعتبار بيأثر في قدره تحمل التربه، الكيو ان كيو اللي هي الجاما في منسوب التأسيس اللي هو ده. ليه؟ لان كل ما كان الرتم ده او الوزن ده زاد كل ما بيقاوم التربه ان هي يحصل لها عمليه انهيار او انزلاق من تحت الاساس. ففي الاخر بتلاقي ان بيعتمد تقريبا على الاندبيرنج. لكن في حاله الخوازيق لا. الخازوق هنا في مقاومه للمساحه دي، مساحه مقطع الخازوق دي اللي هي الاندبيرنج.
اللي هو بيرنج اللي احنا عارفينها اللي هو الارتكاز زي البيرنج بس كده تمام. في الاند اللي هو مقطع الخازوق قطره بقى 60 سم 80 زي ما يكون، وفي نفس الوقت بيبقى فيه الخازوق ده عشان ينزل لتحت في احتكاك ما بينه وما بين التربه اتجاه الخازوق لاسفل، فبيبقى فيه مقاومه للاحتكاك الاعلى بنسميها احتكاك لو كانت تربه رمليه، او الالتصاق الادهيجن لو كانت تربه طينيه. كان انت السنه اللي فاتت خدت تحصل زي الادهيجن لما بيبقى عندك التربه او الخلفيه بتاع التيننج وول رف او مش سموز، فبتضطر ان انت بتدخل معاك تاثير الالتصاق تحسبه من القيم اللي عطيناها لك السنه اللي فاتت بتبقى من 30% ل 75% من قيمه السي. تمام؟ طيب السي دي عباره عن ايه؟ ماشي يعني اوتوهيجن. واحد بس يتكلم قول. بحسبه منين؟ ماذا لو الكيو دي ما كانتش كومباين؟ يعني ايه كيو كومباين على اثنين؟ ده دي انت خدتها في سنه ثالثه كده، بيقول لك ايه لما انت تشتغل في المساله ويجي لك مش عارف قيمه الكيو، فانت خلي بالك ايه تكون شاكه كده ارسم الكيو على اثنين، فانت عرفتها سماعي كيو كومباين على اثنين. ليه كيو كيو كومباين على اثنين؟ يعني طيب يعني ايه كيو كومباين؟ اللي ناس كتير لحد دلوقتي لما بيشوفها في المساله بيفتكر ان هي كيو التيميت. قول مش عارف الغير محصور يعني ايه؟ ما انا عارف ما دي ترجمه الترجمه بتاعتها الار كومباين تربه زي ما احنا سمعنا انها غير محصوره. يعني ايه؟ يعني منفذة من ناحيتين في ايه؟ قول ما انت عشان تتعلم الصح لازم تغلط، الناس محروجه ما تقول حتى لو طلعت اجابتك غلط على الاقل بطل. يعني في لو التربه طينيه عشان هي تبقى نص قطر نص السي تساوي نص قطر الدايره اللي هي اللي هي اهو. يعني واحد قرب من الوسط. يعني ايه الكومباين؟ ستريس الاول نص ستريس على الاثنين. بمنتهى البساطه انت خدت في سنه ثانيه في شابتر اسمه الشير. تمام؟ ده عن طريق جهاز الشير بوكس بقدر احسب منه الفريكشن بتاع الرمل. طيب الثلاث معاملات اللي انت بيبقى دايما اساسيه موجوده معاك في اي مساله، لو تربه طينيه تبقى انت عارف السي بتاعتها، لو تربه رمليه تبقى عارف الفاي، والتربه عموما بتبقى عارف الجاما. فشابتر الشيل ان انت ايه عرفت منه انك ازاي تحسب قيمه الفاي بتاع التربه الرمليه. طيب لو تربه طينيه ما بروحش للشيل بوكس، بروح لجهاز اسمه تراكسل. تراكسل ده عباره عن ايه؟ بجيب عينه من الطين لما بيروح بياخد الجسات، الماسوره بتاع الجسات دي بتبقى 2 بوص يعني قطرها 5 سم تقريبا، بيبقى تربه طينيه فبيطلع الماسوره دي وبيلاقي ان انت عندك مثلا ايه التربه الطينيه بتطلع فيها بتبقى زي ايه زي الاسطوانه، جزء اسطواني القطر بتاعها 5 سم، بيبقى الطول بتاعها ممكن يبقى 10 ممكن يبقى 15. في الاخر ان احنا بنجيب الجزء الاسطواني ده وهنحط ثواني ايه هشوف هنجيبها يبقى على الاقل يبقى ايه متشاف قدامك احسن من نقعد نوصف. يعني المعمل هو بتاع الرئيسات عباره عن دي بيسموها سيل او خليه، ده اسطواني جزء اسطواني ازاز تمام، بيبقى فيه القاعده اللي هنا بيتحط عليها العينه بتاع التربه الطينيه، وبعد كده في زي كاب كده بيتحط عليها وبيليا مش عارف ايه وبيحملها من هنا، ويبتدي في زرار بيشغل ايه بيشغل الجهاز بيسيبه بيفضل يحمل جزئيا وايه وبيقيس قيمه الضغط الراس لحد ما يوصل ان ايه يبتدي يحصل فيلير في العينه، يبقى الضغط اللي من فوق ده اللي هو سيجما واحد ضغط الراس. طيب هنا في محور اكس وفي محور واي تمام؟
فهنا بيقول لك والله طيب الضغط الجانبي على محور اكس هنسميه مثلا سيجما 2 على محور واي هنسميه سيجما 3. لو ما بين العينه وما بين السيل دي هواء، انا ما بضغطش جانبيا على العينه ولا بكسرها، فدي انكم فاين. طيب لو انا النهارده دي بيملى بقى ما بين العينه وما بين الجزئيه دي بيملاها ميه، بس ميه مضغوطه بحيث انها تديله نص كيلو على السنتي، يبقى قيمه الضغط اللي هو بتاع الكومبايند نص كيلو. بعد كده يعيد التجربه ويخلي الضغط الجانبي كيلو، بعد كده مثلا كيلو ونص، 2 كيلو، 2 كيلو ونص، وهكذا. يبقى تقريبا لحد 3 كيلو ونص بيبقى جمع له 5 او 6 ايه ريال. تمام. طيب كل شيء طبيعي، انت مثلا النهارده الحاجه لما بتحزمها، يعني كلمه محصور ان هي متحزمه، لما بتحزم الحاجه يبقى فيها مقاومه، جيت بعد كده لفيت طبقه ثانيه عليها عشان تحزمها اكتر فتلاقي المقاومه بتاعتها ايه اعلى. فمتوقع ان انت لما كان الانكونفايند السيجما واحد اقل، بعد كده بقى فيه ضغط هو ايه نص كيلو، السيجما واحد اللازمه للانهيار العينه هتزيد، وهكذا. عملية الايه الانكونفايند انت لما تيجي ترسم لما الاوتكم بوينت كان السيجما 3 بتساوي 0 مفيش هواء، وسيجما 3 ليه؟ يمكن لازم لكم قبل كده ان انا عندي في حاله الكومبوينت بيبقى الضغط متساوي جميع الاتجاهات، فبيبقى دايما بيقول لك سيجما 1 وسيجما 3 بيجيب سيجما 2 ليه؟ عشان دايما يبقى قرر في سيجما 2 في النص هي متساويه مع سيجما 3، يعني الضغط في اتجاه اكس هو الضغط في اتجاه واي، وهكذا. عينة مثلا زي دي بيبقى جيبقات القطر بتاعها بيبقى تقريبا 5 سنتي اللي هو الماسوره بتاع الجسات. تمام. دي عينة جايه من الطبيعه، لما بيبقى جايبها بيبقى ايه بيبقى مشمعها عشان ما تبقدش الرطوبه بتاعتها. تمام. وبيجي هنا اهو في المعمل بيحطها ببتاع وتتقص بحيث ان يبقى السطح ايه مستوي، عشان لما يحطها على الجهاز بيبقى ده مقطع كده عمود على المحور بتاعها، يحطها من هنا ويحطها من هنا، لو حواليها هواء فده بيبقى انكونفايند. بعد كده بيعمل عمليه تحميل بيبقى كونفايند، وهكذا. طيب الجزء اللي فيها ده النقط دي، ان انت عندك مثلا في جهاز بيقيس لك بقى، انت مش محتاج الكونفايمنت، بيقيس لك ايه الجيو انكونفايند بشكل اسرع، جهاز اسمه بوكت بنوترومتر هو قد الألم ده. تمام؟ قد الألم ده. ماشي؟ يعني إن شاء الله هجيبه لكم معايا. بيبقى عبارة عن إيه؟ عارف أنت الألم الأستيكة؟ بيبقى تقريباً زيه. ماشي؟ بيبقى الجزء أهو قدام، وبعد كده في جزء راكب نار، ده متضرر، في هنا حز كده. تمام. في حز في الجزئيه دي بتعمل ايه؟ بتمسك ده وتيجي على طول بطانيه وتيجي ايه ضاغط فيها الجهاز لحد ما الجزء القدامي يخش جوه عين الطين يوصل لحز ده، يعني حوالي بتاع نص سم تقريبا. لما يوصل لحد الحز ده ماشي، انت عندك ده في سيستم هيكون هو دخل في هنا اهو، بعد كده بتسيبه بيطلع، ده عليه زي ايه؟ عارف انت الورده اللي بتبقى موجوده في المسمار دي؟ لما بتبقى ايه؟ بتبقى حاططها هنا اهو، فلما ده يخش جوه الجهاز الورده دي بتزعزع. طيب وصلت لحد ايه؟ عمق الاختراق في التربه الطينيه لحد هنا، بتيجي تطلع الجهاز فده بيتفرد تاني. طهر القرايه، شوف القرايه بقى للورده دي واقفه عندك. نص كيلو او كيلو او كام وات ايفر. القيمه دي قيمه الكيو انكونفايند اللي هي بتاع الايه التربه. انت محتاج النهارده مش محتاج كونفايمنت، فمش هنخش بقى القصه بتاع جهاز رياكشن وحط عينه واقعد بقى شغل واقعد جنبيها، وفي الاخر هي ايه انكونفايند. تمام. اللي هو ده بتلاقي ان انت النهارده مثلا كل عينه بتاخد 3 ريال وتاخد المتوسط بتاعها. ماشي؟ تمام.
يمكن انا ايه رتبناها بس بتاع الجماعه بتاع المجموعه اللي معايا بتاع المشروع، رتبها برضو بقيه الناس ان انت تخش المعمل. انت عارف ان يمكن مثلا دفعات الكورونا والسنه اللي بعدها دي ما ياخدوش اي حاجه، فعلى الاقل في المعمل في بعض ايه كام تجربه الاساسيه شغال، الباقي مثلا ممكن ما يبقاش شغال، ما فيش مشاكل، ولكن على الاقل تشوف الجهاز قدامك لما شفته في اي مكان بعد كده ما تتفاجئش بيه. يمكن انا مثلا الحمد لله من سنين انا مسميه متحف الصويا. ليه؟ عينات بقى من ايام ما قبل التاريخ بتاع الاجهزه بتاعته. والجامعه العجيبه يعني لما تروح تقول لهم سجل ادي الام فاين عندك هنا سيجما 3-0 ودي سيجما 1 اللي حصل فيها انهيار، تمام؟ فحط الدرفه الصينيه فانت المماس بيبقى موازي ده بيجي لك ايه في التسجيل. يبقى انت لو لاحظت على فكره ده السيجما 1 ده اللي هو بيساوي ايه؟ الجرام فاين. السي دي مش هي بتساوي نصف القطر؟ طيب نصف القطر ده بيساوي ايه؟ كومبايند على 2 كيو ان كومبايند على 2. طيب لو في سيجما 3 بقى لها قيمه بعد كده زودتها بعد كده زودتها بتلاقي ان هو في الاخر المماس بتاعهم موازي، لكن في حاله ان انا عندي سيجما 3 لها قيمه ما عادش السي بتساوي كيو ان كومبايند على 2 السي هتساوي تمام اللي هي سيجما 1 ناقص سيجما 3 على 2. فهي حالة يتيمة اللي هي بتساوي على 2 مباشرة في حالة ان سيجما 3 بيساوي 0. وقلناها دايما ايه منتبه ليها ان سيجما 3 دايما بتذكر طب فين سيجما 2؟ بفكرك ان في سيجما 2 في الاتجاه العمود عليها ولكن الاثنين متساويين، يعني سيجما 3 بتساوي سيجما 2. الضغط حوالين المحورين في المسقط الافقي اللي هو اكس وواي متساوي. ما تقالش سيجما 1 وسيجما 2 ليه؟ عشان انت هتقول خلاص انا ما عنديش سيجما 2. لا بيتقال سيجما 3 عشان تفتكر ان في سيجما 2 في الاتجاه العمود عليه الاثنين متساويين. تمام؟ فهو هنا بيقول لك لو التربه الطينيه ضعيفه بعد كده لو التربه متوسطه خوازيق الازاحه والتصقيل. يعني ايه خوازيق الازاحه والتصقيل؟ تنفع فيها الاثنين اللي هي خوازيق الازاحه دي خوازيق ده. بيسموها حتى في بعض الكتب الترجمه الحرفيه بتاعتها اللي هي الاوتاد، يعني الخوازيق بيسموها الاوتاد. ليه؟ لان انت النهارده خوازيق الازاحه دي انت بتصبه زي العمود كده في الورشه تمام؟ او في محطه الخرسانه بيبقى عاملين القوالب بتاعتها وبيصبوها. تتشال بقى ونش بطريقه معينه على تريلات تروح الموقع بعد كده بيجيب الخازوق يقفه راسي ويدق. الدق ده انت ما حفرتش جوه التربه. انت عملت ازاحه للتربه. زي الوتد او انت بتجيب اي مسمار بتدقه مثلا في خشب. انت ما خرمتش الخشب مثلا بشنيور ورجعت بعد كده ربطت فيه مسمار. لا انت جبت المسمار العادي ودقيته. فالدق ده بيعمل ايه؟ بيعمل ازاحه للماتيريال نفسها وبيخش مكانها. التسقيب بقى ده مش دق. ده اللي هو حضرتك المكنه اللي موجوده بتاع ايه؟ بتاع الموقع دي بالبريمه بتخرم في الارض تعمل ثقب وتشيل التربه. وانت مكان التربه دي بتستبدلها بالخرسانه بتاع الخازوق على حسب نوعيه التنفيذ. ممكن يبقى الطفيصه بتنزل الاول ويرجع بعد كده من الخرسانه، او ان هو يملى خرسانه ويرجع نزل الطفيصه بعد كده. دي بورد بايل الاولانيه خرسانه وبعد كده حديد، ثانيه كونتينوس بلات اوجر اللي هو الحديد وبعد كده اللي هو الغالب في السوق يعني لحد 60 سم. هو لما بيحفر الريمه او مثلا العمق 60 متر او ايا كان يعني ازاي بيمنع الاير بريشر؟ ان هو يقفل الخازوق يعني. البنتونايت طب ماشي البنتونايت البيهيفير اللي بيعمله يعني علشان يمنع الاير بريشر. لا بص زميلك قال البنتونايت ده على حسب عشان طريقه التنفيذ، ولكن لو انت بتمنع الاير بريشر انا عندي بريمه. اللي بيحصل ايه؟ ان البريمه بتنزل لحد تحت الاول. تمام؟ وبتحفر. لما البريمه دي الجزء اللي في النص اللي هو ايه زي الماسوره ده راكب عليه الريش بتاعتها ده مفرغ مش عمود صلب مسمط. ده مفرغ وهتلاقيه واصل من فوق بعد كده بالبامب بتاع الخرسانه. بيصبوا ويحفر. اللي بيحصل ايه؟ بعد ما يوصل للعمق المطلوب بعد كده لما بيجي يحفر بقى بيطلع ما بيلفش البتاع عكسي، لو بيلف عكسي
هي هتفلت منه التربه اللي ما بين الريش تاني مكانها. لا ده هو بيلف يمين يعني، لو فرضنا مثلا هو بيلف يمين عشان يحفر، لما بيجي بيرفع البتاع دي بيلف يمين برضه كانه بيحفر عشان تفضل التربه متشاله على الريش دي. طب بيطلع امتى؟ من تحت بقى بيفتح الفالف بتاع البامب ويملى خرسانه مكان البتاع، ما بيطلعش الا نتيجه الضغط يعني. في عداد كده عند بتاع البامب لما بيوصل ايه لحد معين بيشاور بتاع المكنه يرفع سنه سنه، يبقى اصبح الخرسانه اللي تحت دي مضغوطه، مش هيحصل نيكنج او اختناق للخازوق. طيب هيبان اكتر امتى بعد كده؟ ان هو بعد ما ملى مكان الخازوق ده خرسانه، بيجي جايب التقبيصه الحديد بيشيلها برضه بالونش ويسقطها، تلاقي العمال بيطلعوا عليها كده كانوا بيطلعوا على سلم لحد ما ينزلوها مكانها. ممكن تلاقي معلق منها مثلا بتاع متر ونص 2 متر 3 متر، نتيجه ايه؟ نتيجه الكثافه بتاع الخرسانه من جوه. فبيعمل ايه؟ بيبقى فيه حاجه اسمها هزاز على جنب كده وزنه بتاع طن، بيجي الكراكه دي او المكنه بتاع الخوازيق بيجي ايه شابط فيه الواير بيرفعها ويحطها فوق التقفيصه ويوصلها بمصدر كهرباء. عن طريق الفايبريشن دي بتبتدي منزله التقفيصه لحد ايه سطح الارض. لو التقفيصه دي علقت مع ايه مع الهزاز وما نزلتش، لا يبقى حصل اختناق في التربه. طيب حصل اختناق في التربه، هتلاقي الكود بيقول لك ان انت بعد كده يستبدل بخازوق بخازوقين يمين او شمال. تمام؟ او ان انت النهارده المصمم الانشائي بيعمل ريديزاين ويشوف النهارده بعد الكلام ده الخازوق الحديد بتاعه او الحمل الفعلي اللي وصل عليه كام؟ الخازوق ده الحديد بتاعه مثلا بدل ما كان طوله 12 متر، لا ده بقى طول مثلا 10 متر وفي متر ونص فوق علق مش هينزل، اشوف هو يشيل ايه. فلو هيستوعب الحمل اللي جاي عليه خلاص مش مشكله. طب مش هيستوعب الكود بيقول لك بتستبدله بخازوقين من اتجاهين يعني واحد يمين واحد شمال مكان. بعرف الكلام ده باكده امتى؟ لان انت النهارده بعد كده في الاختبارات بتاع الخوازيق مش مجرد ايه اختبار تحميله بس، في حاجه اسمها الالتراسونيك. الالتراسونيك وهجيبه لكم برده هنا كفيديو تبص عليه. الالتراسونيك بجهاز معين تمام بيعمل ايه زي موجات بتمشي في الجزء الخرسانه لحد اخر الخازوق وترتد تاني على جهاز الاس، فبيقدر يرسم قطاع الخرسانه. لو حصل نيكنج او اختناق في القطاع بتاع الخرسانه بيبان بيقول لك قد ايه وعلى عمق كام. ما حصلش خلاص يبقى مفيش مشاكل. ليه؟ لانه وارد ان الخرسانه تحت بيبقى ضغطها زياده عن اللزوم فبقت كثيفه قوي وبالتالي فالحديد ما نزلش. دي كانت حصلت برضه بخازوق قلنا خلاص يبقى في نيكنج. طيب بتسيبه واحنا شغالين وبعد 7 ايام جه بتاع الالتراسونيك واختبر الخازوق، الخازوق سليم تمام. طيب برضه بتعرف انت وانت لسه واقف بتعرف الخرسانه اللي دخلت دي هل حصل اختناق في الخازوق ولا لا؟ من كميه الخرسانه اللي خدها الخازوق. قلت له كميه الخرسانه اللي خدها الخازوق انا بعرفها ازاي؟ معروفه طبعا. انت النهارده عندك خازوق قطره 60 في عمق 10 متر. انت مكعبه. مبدئيا ما بتقدرش تصب اي خازوق فيه، بيبقى فيه بتاعك على جنب كده كونتينر بيرمي فيه البامب بتاع الخلاطه بتاع الخرسانه، او اذا كان ايه العربيه نفسها ايه خرسانه جاهزه بتملاه. ليه؟ الخازوق ده غير العادي غير المنشات العاديه، ما ينفعش ان انت تبتدي تصب الخازوق وما عندكش الكميه بتاع الخرسانه، وارد يحصل عطل في الخلاطه يحصل اي حاجه. فبيبقى كونتينر كده بيسموه جير بوكس، يعني جير بوكس ده فتيس يعني صندوق تروس، ولكن هو يعني في العرف السوق بيسموه جير بوكس يعني. تمام؟ وليكن مثلا الخازوق ده عايز 4 متر خرسانه، بيبقى 4 متر خرسانه فيه، بيبتدي تسحب منهم البامب وتضخه في الخازوق. غالبا بيبقى مثلا لو الخازوق 5 متر ممكن تلاقي الخازوق بياخد 5 متر وربع، 5 متر ونص في اماكن، 5 متر و40 في اماكن، نتيجه ان ضغط الخرسانه فبيحصل زياده طفيفه في القطر. طيب انت شغال النهارده ولقيت ان الخازوق ده ال 4 متر دول ده خد 4 متر ايه الا يعني مش هقول بقى 4 متر وي 3 متر ونص الخازوق اتملى، 3 متر و60 الخازوق اتملى. الفرق ده في القطاع ده مين اللي شايله؟ يبقى التربه خرقت في مكان معين. فاساسا قبل ما اوصل للاختبارات دي وانا واقف ببقى عارف. طيب مجرد ما يبتدي يخلص ال 4 متر بيبقى الطبيعي ان لسه فاضل شويه في الخازوق بيبتدي الخلاطه تشتغل
وترمي لي بقى ايه النص متر ولا البتاع ده بعدين عشان اكمل بيهم ايه الصب. طيب وانت شغال عايز تعرف مثلا ايه، وانت شغال دايما في الخوازيق بيبقى مخلي بتاع الجريمه عينه معاك مش مع حد تاني. ازاي؟ انت تبقى واقف في الموقع قبل ما بشتغل بيبقى معاير ايه الضخه الواحده بتاع البامب، يعني البامب دي وانت واقف كده كل شويه هتلاقي بقى ايه خبطه، دي عباره عن ايه المشوار بتاع البيستم بتاع البامب نفسه يعني. فباجي عامل مثلا ايه صندوق وليكن نص متر او متر، بقول له شغل البامب بتاعتك بشوف الضخه دي تكعيبها قد ايه، وبالتالي انا عارف مثلا ان هو كل نص متر او كل متر من الخازوق المفروض يديني كام ضخه من دول. فدايما وانت واقف على الصب الخوازيق دائما وابدا لازم تبقى ايه واقف رجلك على الخرطوم بتاع البامب اللي ماشي. ليه؟ عشان مع الوش مع البتاع ممكن ما تسمعش البتاع دي فبتحس بيها برجلك. وكل مثلا ايه ضخه او اثنين او ثلاثه على حسب ما انت مسسم نفسك بتقول له ايه اربع سنه ما ينفعش الا ما تشاور له. طب بتعرفها من هنا الواحد عشان ما كانش ممكن مثلا وبينسى، عارف انت البتاع السبحه اللي هي الصباع دي؟ ايوه التنميه. تمام. فالواحد وهو واقف كان على ايه كله ضخه، وبعد ما يخلص الخازوق العموم بيشوف النهارده دي كام ضخه، يعرف خد كام متر خرسانه الخازوق ده، هل خد الطبيعي اكتر شويه ولا اقل. قبل ما توصل لاي اختبارات وقبل ما توصل لاي حاجه وانت واقف كده بتبص خد الايه الكفايه بتاعك تمام، هل على اللي بعده وهكذا. فدايما في التنفيذ بيبقى في حاجات بقدر الامكان بتبقى مركز عليها عشان الامور معاك تمشي صح. يعني هو الفكره مش ان انا ايه صممت الخازوق وكتبت بقى اللوحه بتاعتي وعملت الايه التسريح وكده واللي في التنفيذ تسيبها للعمال. العمال دوت في الاخر يهمه ايه؟ يوميته اخر النهار ويمشي. الخوازيق دي اتربطت ولا اتقبلت هو مش خسران حاجه، هو خد يوميته مش زي النجار النهارده شغال صنايعي وانت بتصب خرسانه تمام مش عامل تقوياته السقف وقف على دماغه اخره ايه؟ لو ما خدش يوميته النهارده مش هياخدها. لكن شوف الخساره الثانيه بقى على عليك انت كمهندس ولا المسؤول عن المشروع ولا بتاع ولا يفرق معاك. فلازم تبقى انت في الحاجه دي بيبقى ماشي نفسك بصح وتسسمه عليه وتبقى صارم معاهم لان هو مش مستوعب الاضرار او الخلفيه اللي بعد كده ان انت النهارده الحاجه دي لو ما تعملش صح وانا عندي التربه اساسا فيها مشاكل او الاحمال بتاع المبنى عالي ولجأت النهارده بعمل خوازيق عشان مع ان تكلفتها عاليه عشان دي اشتراطات اللي انا اقدر احقق بيها الامان بتاع الونشه تمام. فانت يا اما عندك تربه واقعه يا اما عندك المبنى عالي طبيعته مثلا خاصه فمحتاج عناية اكتر فما تجيش النهارده مثلا عشان صنايعي مستهتر ضيع لك اللي انت عملته. ما هي لو مش هتتنفس صح بلاها خالص بقى، يبقى احنا نعمل بقى بالطريقه العاديه ونعمل احلال وخلاص ونكبره شويه ولبشه وبعد كده ايه هي وظروفها تمام. طب بالنسبه للميه الجوفيه